بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه إلى سماحة السيد علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه وقد اعرب جلالته في البرقيه عن خالص التعازي وعميق المواساه للمرشد الاعلى الايراني ولشعب الجمهوريه الايرانيه الشقيق في هذا الحادث الاليم، داعيا جلالته الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.